الأهلي يفقد 3 نقاط غالية بالخسارة أمام سموحة 2-1. كابتن شريف، يمكن احنا كان عندنا قلق قبل الماتش من ضغط المباريات، قلنا بعد مباريات بتعمل فيها نتيجة كويسة أو بطولة بتاخدها في أحيانا نوع من أنواع الاسترخاء والهدوء، ولكن النتيجة حتى عكس سير المباراة. واحنا كان عندنا قلق وتخوفنا من المباراة تبقى بهذا الشكل يعني، أو يحصل نتيجة زي دي بعد مباراة الزمالك. إنما هي مباراة غريبة جدا يعني، أنت مستحوذ على كل أطراف الملعب، مستحوذ على كل الفرص اللي موجودة في الملعب، فرقة مسلمة لك الجيم، بتقول لك خلص الماتش في أي وقت، عدم توفيق للعيبة كلها في الملعب، في التحركات، في التصرف، الإحساس اللي أنت بتقول عليه إن أنا هكسب في أي وقت، ده اللي هو البطء في التفكير، في تنفيذ، في إنهاء الهجمة. مسؤولية كبيرة قوي الحقيقة برضو على الشكل الفني. الشكل الفني كان عنده أبسط الحلول جدا من أول ما رأى المباراة بهذا الشكل في الشوط الأولاني، نعمل تغييرات بسيطة جدا، وإحنا نوهنا عنها إن أنت تلعب بأكبر زيادة عددية بالنسبة لك من غير ما تخسر تغييرات كبيرة في الملعب. يعني كان في لعيبة ممكن تبقى موجودة في الملعب زي ما هي، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، الاستغناء مثلا عن اكرم توفيق قلنا، وعندك حسين الشحات ده بيقدر يلعب، تقدر تلعب 3 4 3 مع فرقه زي سموحة النهارده، وتقدر تعمل ضغط عليهم، ما تدهمش اي مساحات ان هم موجودين. علامات كانت موجوده في اول الشوط واحنا نوهنا عنها، الكره اللي ضيعها قفشه بمنتهى الغرابه، بيحط كره يقدر يوقفها ويقدر يرقص الجول ويقدر يجيب جول. كان اليوم باين من الاول يا ايمن ان هو مش هيدي لك السيناريو اللي بتحلم بيه، ان هو المكسب السهل. تحمل دفاع سموحه الحقيقه دايما انه يخرج الكوره، لعبوا على زي ما انتوا قلتوا، كلكم اتفضلتوا قلتوا انه دول من احسن الناس اللي بتعمل كونتر اتاك، او من ملوك التعادلات، او ما بيتمنوش من اي مباراه شكل الفوز. انما احنا لعبتنا كلها الحقيقه النهارده زي ما يكون عندها احساس في انهاء الهجمه ناقص. شخصيه اللعيبه اللي انا اتفرجت عليها في المباراه اللي فاتت مش موجوده النهارده، تحس ان هم قلقانين، تحس ان هم كشين، تحس ان التحركات كمان اللعيب عايز الكره زي ما هو عايز، مش الجري اللي بيخلي لك الكره هي اللي بتجري، فبتبقى فيه الفرص متاحه، راحت خرجت من كهربا، تروح لمحمد شريف، تروح لاي حد يروح يجيب جول. التركيز، التهديف، الشكل الاجريسيف اللي انا بقول لك عليه، اللي هو تقدر تخلص مباراه وتبقى انت صاحب السطو في الملعب. انما هي دي الكوره يعني، عشان الناس تفهم واللعيبه تفهم. ناس كتير هتتكلم تقول لك كان محمد الشناوي ما كانش المفروض يلعب الماتش ده، كان المفروض يبقى علي لطفي بيكمل عشان ياخد الثقه وحاجات من كده. هتلاقي اقاويل كتير طلعت النهارده. المباراه تستحمل بقى كل ده، لان الشكل كمان اللي انت خسرت بيه المباراه دراماتيكي يعني، مش ما ينفعش. احنا قاعدين كلنا بنقول خساره ان يكون في نقطه، راح نقطتين يروحوا في هذا الماتش، لا ده راح 3 نقاط، لازم يبقى درس قاسي جدا علينا وعلى اللعيبه وعلى كل الدنيا. اللعيبه لازم تفكر ان الكره هي دي كده، ان مش الاستحواذ بس هو اللي يبقى انت موجود في الملعب، لا، استحواذ بتنفيذ. ايوه، استحواذ انت بقى حاسس حتى انك انت لاعب مش قادر النهارده في المحاضره بتاعه الكوتش تقول يا جماعه انا اوت اوف فورم النهارده، انا يعني ما حدش يستخدمني النهارده، انا لان شفت لعيبه بتنزل تغييرات، لعيبه واقفه في الملعب، يعني ناصر ماهر ما بيديش المجهود اللي انا شايفه مساحه واحد راجع مستريح، يعني يقدر يحول لك يبقى بلاي ميكر تاني. بلال قال لي قفشه يبقى نمره 9 أو 10 يبقى موجود جوه يقدر يعوضنا في الحتت دي. ما شفناش حاجه مبتكره من اللعيبه كلها تقدر تترجم لنا في اي وقت، اللي هو التهديف، التصويب، اللي كل ده، حتى تحس ان في التصويبه اللعيب مش مقتنع وهو بيصوب، اللعيب ما بيشوفش اللعيب جنبه في الكور اللي جت. حسين الشحات جاته 3 4 كور النهارده في الشوط الثاني، يقدر بباص صغير قوي جوه 18 يديه لوليد، يديه لقفشه، يديه لاي حد يترجم لك المباراه. ودايما ادام انت سمحت لاي فرقه بتبقى موجوده معاك في الجيم متاح ليك بقى تتعادل، تنال اول هزيمه ليك من ده، انما قدر الله ما شاء فعل، ويا رب يكون درس نستفيد منه كلنا باذن الله.